أهلا بكم، ومباشرة إلى هذه الصور التي وردتنا قبل قليل لاستهداف السفارة الإسرائيلية في الهند. طبعا هذه الصورة وردتنا الآن، طبعا الشرطة في المكان في الموقع السفارة الإسرائيلية حيث سمع هذا الانفجار، وأيضا تقوم بالتحقيق بما حدث. حتى الآن ليس لدينا تفصيلات حول ما حدث عدا التقارير عن انفجار قرب السفارة الإسرائيلية، وهذه هي الصور المتداولة في محيط السفارة الإسرائيلية في الهند حيث سمع هذا ورصد هذا الانفجار. بحسب التقارير، الشرطة الهندية سارعت إلى الموقع وبدأت بالتحقيق فيما حدث، وطبعا نحن بانتظار المعلومات المتعلقة بتفاصيل ما حدث. طبعا هذا بالنسبة للإعلام الهندي الذي نقل هذه المعلومات. إذن مشاهدينا، هذه الصور المتداولة الآن بمحيط السفارة الإسرائيلية في الهند، حيث ذكرت رويترز نقلا عن إعلام هندي أن هناك انفجار وقع قرب السفارة الإسرائيلية، وأن الشرطة تحيط المكان وتتابع عمليات التحقيق. سنوفيكم بالمزيد من المعلومات حال ورودها.